تحية من بعض الإعلاميين ومراكش الآن بخصوص القضية ديال عثمان محسن، أن الحزب الاشتراكي الموحد قلع الصراع على الفرع المحلي، أنه خدا قناعة ديال العدالة هذا القضية وبراءة عثمان محسن، لأن هذا الشخص هذا الذي يتابع على خلفية تدوينة بين تشهير والمساس الحياة الخاصة، بأنه شارك مجموعة ديال الاختلالات في إطار واحد المشروع اللي تقوم به واحد المقاولة على اساس المناوله، وبان هذا المشروع هذا فهو تمويل من مؤسسه العمراء يعني من المال العام، وعثمان محسن فهو عضو نشط بالفضل الجمعوي السابيني وبجمعيه ديال سيدي عبد الواحد، كانوا كجمعيه ديالو كاله ولا اداه رقابيه مدنيه، فشان هذه المجموعه ديال الاختلالات هذو اللي على اساسها تعاودوا فعلا الاشغال وخرجوا جوج ديال اللجان على مستوى البلديه ديال قلعه الصراغله ولا على مستوى الجنه الاقليميه حسب برقيه عالميه، وهاد اللجان هادو كلهم يعني اكدوا على ان كانوا اختلالات وعلى اساسهم خص يتعاود هذاك المشروع من الاول ويتعاود المشروع من الاول. اللي كان هو ان هاد المرحله ابتدائيا ما تسلطش عليها الضوء ويعني ما كانتش متابعه لا من الهيئات الحقوقيه ولا الهيئات السياسيه، بسبب ان هناك كانت تصميمات واشارات ايجابيه لعثمان محسن على انه يفارق، ولكن تنتفاجئوا بصدور حكم ابتدائي بالادانه ديالو بشهرين نافذه و 10,000 درهم ك يعني حق عام و 50,000 درهم كتعويض مدني للطرف المشتكي. هنا قلنا بان يعني ما القضيه ما خداتش السياق ديالها ولا يعني ما السيد ما كنا تنقولوا انه يتبرع في الخطا او الادانه، خدينا العتق ديالنا ان هذه القضيه نخرجوها من الراي العام وغادي نتناولوا عليها كفرع محلي وعلى مستوى المكتب السياسي يعني ديال الحزب الاشتراكي الموحد، وعلى اساسها غادي يبدا واحد التنسيق من الهيئات يعني الديمقراطيه والهيئات اللي كتشوف العداله ديال هذا الشخص هذا وتناضل في سبيل ان العداله تاخذ المجرى ديالها، وهذا السيد هذا اللي يفضح هاد الاختيارات هادو خصو يعني شكر بدل إدانة بشهرين ديال الحبس النافذة، شكرا.